من نبيل معلول السياحة والإغاثة. أنا ما عنديش أغزل، أنا تعرفني كثما حاجة يا رسمية من ذم التخمينات وكل ما نحبش ندخل فيهم، كثما حاجة يا رسمية لا باش من بعد ما تقول كلمة مسؤول عليها كوبا مي أبري زمنا احنا ككلوب وحتى أنا معناها كالناس كل معناها يزمنا نحشمو على رواحنا معناها كهو فهمت اون دوا فوار اونت معناها من ليس من الباركور من ديبيو سيزون من الصيف لتوا ككل شاكا اسيوم سي ريسبونسابيليتي شاكا وكل واحد فيها باس يقول راني غلطت حتى كان فاش غلطت اداره النادي الافريقي نقولوا مش اداره بركه اداره ترفني شنو خلينا نحكيو رشيد شنو بالضبط شنو الحاجات اللي ما كنتوش انتم راضيين عليها تحديدا باش نحكي كلوب معناها مش باش نحكي كواحد معناتها الامانه حتى بكريكا ما حبيت نتكلم في حتى ميديا معناها حبيت باش نتكلم كل شيء هنايا خاطر جاي لا كونفيكسيون احنا باش نتكلم هنايا مش في الميديا معناتها مع الناس الكل ما نعرفش علاش اللي هما ثم برشا حاجات معناها كان نحب نسرسطهم لك باش نقعد معاك للصباح مي ثم برشا حاجات شوف باش نبداو ثم حاجات واقع راهو ثم اللي ثم الحاجات الظاهرين اللي يعرفوهم الناس ثم اللي بليسور راهي حاجه واقعه مالوروزمون معناها معناتها كاسكاد دو بليسور وعدد كبير برشا ولي بليسور معناتها الناس شكت وكذبت وكذا وكل سي فري اون دي بليسي معناها اون دي بليسي دو فالور سور معناتها دي بليسي لور دي بليسي اللي يقلبوا المباريات معناها دي بليسي اللي اثروا على نتائج المباريات في دي سيكونستانس صعاب انا ايتي فيكتيم دو فو دربيتراج انا بوتيتر ايتي فيكتيم من العلاقه محل من قبل ما يصدر البيان نذكر انا تكلمت من قبل سيدي بوزيت وقلت اللي العلاقه بين النادي الافريقي والهياكل الكل سنة راهي ماهيش باهيه ما تكلمت من قبل ماتش بوزيت معناتها وقلت اللي الكلوب افريكان سنة الهياكل الكل ولا تصارمه مع النادي الافريقي وصاروا دي فو دربيتراج معناتها سكسيسيف هذوما من الحاجات ما تاثروا على الريزولتا خاطر بتاتر كان روحنا من قفصه بتروا بوان ولا كان روحنا ولا كان ديربي تخذت الاسبيرونس ورقه حمراء قبلنا مش من غير ما نرجعوا للديتاي كل ابري اون بريباراسيون بدا كان نرجعوا من الاول بريباراسيون ما نظنش كانت في القيمه نتاع الكلوب علاش خاطر يظهر لي اون ترو حكينا برشا على البطوله اللي هزيناها عملناها وقعدنا الناس الكل ما فهمناش اللي الكلوب هزتها كل واحد عنده فيها دور من اصغر محب لاكبر محب بون باسون بارتو لي جوار بارتو ستاف تكنيك بارتو لو بيرو بار بريزون دو كلوب شاكا بعد كل واحد افيك دي بروبورسيون مي من المشكل اللي قعدنا نسبه في اللقب الاشخاص كل مره وذا هو اللي مش باهي وذا هو اللي اثر برشا على الجو العام في الكلوب متحمس مسؤوليتي في كلامي وذا على الناس الكل اثر برشا على الجو العام كل واحد حاب ينسبها الروح وكل واحد حاب يزمنها لقشة البطوله للاسف انا تعديت بريباراسيون مش باهيه بعد البريباراسيون دونك انا في اونتام تسمى معناتها ريلاتيفمون باهيه شفت العباد معناتها وجه مش خايب على الكلوب في اول سيزون ابري لو ديربي قسمنا معناها للامانه معناها ديربي قسمنا اونيتي فافوري بارابور اليوم مع جمهورنا طيبه وكل ان تورنون دو ماتش اللي بالنسبه لي انا نقعد نقولها معناتها مالغري معناتها برشا حاجات وكل لكن بما فيه العركه اللي في الجمهور راهي كانت تورنون دو ماتش دي راتاج كانوا تورنون دو ماتش والفو دابريسيسيون تاع الاربيتر اللي ما خرجش حمراء الجور تاع الاسبيرونس 5 مينوت بلو تار خرج حمراء الجور نتاعنا هذا كله معناتها من بعد التسلسل نتاع الحاجات جالس نبيل للامانه معناها شوف انا نخدم في الكلوب ما نخدمش مع الاشخاص معناتها الميساج واضح معناها لازم يكون واضح 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 معناها لبرشا الناس نخدم في الكلوب ما نخدمش في اشخاص اذا معناتها نخدم حتى معناتها حتى وانا واقف معناها ما يهمنيش معناها ما يهمنيش شنو المنصب شنو كذا ما يهمنيش قاعد على البنك ثم حتى حد قاعد على البنك معناها بس انه ما انا ما يساعدنيش معناها انا حتى ما خاطر جوني ني لو بروفيل تاع بريزون سيكسيون حتى شيء انا نعرف روحي ما حتى واحد ما يقولها لي معناها فهمني خدمت مع الناس الكل وما عنديش مشكل نخدم مع اي انسان راه في الكلوب فهمني ليسونس كل سوا نعاون حتى الناس اللي كورش فادي بروبليم ما نفركش راني لا على حتى حاجه وحاولنا وتعدينا بفتره جوست من بعد البيب فتره صعيبه ياسر وريزلتانا باس وي في
ضرينا في دي فوت دربيتراج زاد من بعد وتحملوا مسؤوليه زاد بتاتر في دي ديسيزيون بتاتر في حاجات صحيح ويا روتار صغير بتاع سالير وتم تهويله برشا لبرا وكل حاجه تم تهويلها ياسر برا اي بيرسون وحتى حد ما سكر الباب فهمت معناتها حتى كي تجي تحب تسكر انت الباب انا حتى معناتها حتى كي نطلع وليت ما عادش كريديبل مع الناس نقول لهم رايك كذا مي اون فيت سي فري معناها فهمت والناس يقول لك نجيو نحكيو على حاجه والناس معناتها حتى حد ما يدز معاك تو سون كو بيرسون حتى انسان ما يدز معاك تو سون سول وتكلمت في نفس الميكرو وقلتها يا دو موا جو لو دي معناتها تحس روحك وحدك بتتر ما نعرفش شوف اوزو لي فور فور اونت اول حاجه على الريزلتا مع العلم اللي سانسيرمون شوف هاو مشى على روحه جو لو ميرسي انورمومون سي نبيل جو لو ميرسي انورمومون تو لو ستاف اللي معاه وعباد ريتها تخدم انا ابري بون ابري ما نفهمش في التكنيك انا مي ابري ما تريت تجاوب حتى مع جوريت معناتها كانت عندهم انتسبسيون كما معناتها الكل لكن فما جمعيه كبيره على الغالب ريستو ما يمشيش يفوك ليها شونجمون معناها واضحه معناها حتى كان جمعه كامورينو معناها سي ريزولتا نو مارشي با اوبليغاتوارمون لازمك تعمل شونجمون مي جو لو ريمرسي اسامه زاده كما الناس الكل اللي خدمت معانا في الكلوب ما عندي حتى مشكل مع حتى انسان ومانيش واذا كان عندي اصحاب راهو عندي اصحاب برا الواحد مش في التيران انا ما عندي اصحابي تاع نعيش معاهم نقعد معاهم في القهوه نقعد ولا نقعد معاهم مع فامي ولا كذا وكل ذوكم البرا ما يجوش معايا الكلوب فهمت نخدم معايا انسان اللي يخدم معايا في الكلوب جي با دو بروبليم ونقدر اي انسان وكل نشوف حاجه معناتها نعطي راي من غير ما نخرج نضرب بها بطل نعمل من غير ما نضرب تشي جيفارا في التلفاز ونقول راني كذا وهذيك انا قلت لا وهذيك انا عرفت لا تخدم على روحك سكت تخدم على روحك في الكلوب كان تحب اذا كنت تحب تعمل تشي جيفارا ما تكونش في البيرو تشي جيفارا ما عمره ما كان في بيرو معناها في حتى جمعيه معناها تحب تكون تشي جيفارا تكون برا اذا كانك قبلت باش تكون الداخل وكل تخدم اذا كنت تحب تصرح من الداخل ابري حتى واحد ما ينجم يقول اسكو حاولت ولا ما حاولتش مش نقعد ندق على ديار الناس ونقول لهم ما حق راني حاولت ولا كريت حاجه فور اكزومبل ولا ما تظهر لي مش مناسبه ونجي نقول لهم حق يا الناس راني حق بكريكا في ريونيون ولا مع شكون راني قلت له حاولت ولا اما نبرمشي خرج راه شيء قالوا كذا كذا سي با جي با بزوان دو سا معناها اذا كان عينك اذا كان عينك باش تتكلم على عقل كلوب جمهور يتكلم وإذا كانك الداخل تو ترافاي تو اسيوم وتقبل سبان نقبل النقد ونقبل سبان خاطر وضعيتنا تحشم تو سامبلومون كاش رابحين اكيد راه الجمهور ما يسبش ستاف نورمال اكيد راه الجمهور ما يبداش ما يتغاش كاش وضعيتنا خير وضعيتنا مش باهيه ولا غالب وكهو دونك ما عندي ديما القناعه للمجموعه نتاع الجروب نتاعنا باهي على الاخر في الكلوب والكلوب ديما كالعاده باهي يلزم جست شويه تواضع من الناس الكل والناس الكل تخمم الكلوب من عام 1920 وباش تقعد ان شاء الله حتى كان حين ربي لاخر وقت في الدنيا الكلوب ما بداتش في حتى عام من العوام بدات عام 1920 وحتى انسان ما يلزمه يخمم ما تعديت برشا ناس معناتها في الكلوب في ظروف وكل فوالا وما تحسبش معناتها ما لازمكش تحسب لازمك تخدم كاش في ظرف باهي والا في ظرف خايب ما تخدمش انا بيرسونالمون معناتها حتى بيني وبين نفسي معناتها ما تنجمش اليوم في وضعيه كيما كاين تقول ايا ونمشي نو يلزم ثم يلزم كيليا ان شونجمون ابري يا بريزيدون يا بيرو معناتها كي ديسيد كيفاش يكون لو شونجمون بلا طريقه يكون لو شونجمون وفينا وقت يصير لو شونجمون ابري ما تنجمش تجي وتقول في ذاك كيف هذاك ما كيزمك زيد تقف لازمك تكمل وكهو نعتذروا للناس وان شاء الله اللي في الخير ربي يسهل فيه وكهو بيان كو لو شامبيونا اي لو فوتو معناها 100% وكهو تكسح حسين بزاف